مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج صوتكم، هذا البرنامج الذي هو حقيقة الأمر يعني أنتم المعدين له وأيضا المشاركين في آرائكم المختلفة المتنوعة، سواء كانت هذه الآراء يعني تسير بالضد مما نراه نحن في قناة الرافدين الفضائية. أهلا وسهلا بكم. حتى للناس اللي مختلفين ويانا بالرأي، نحن نستقبل كل اتصالاتكم. صدرنا رحب جدا في أن تطرحوا ما سترونه أو ما ترونه مناسبا لكم. اليوم بس أريد قبل ما أدخل في حلقة هذا اليوم الموضوع، طبعا الهواتف ستكون مهيئة لاستقبال اتصالاتكم وأيضا رسائلكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. مع الأسف أقول بأنه نادرا ما تجد وزارة من الوزارات خالية من الفساد. وزاراتنا بعد الاحتلال صار لها 18 سنة تعاني من الفساد وتعاني من المحسوبية والمحاصصة والتعيين بالواسطة. لكن اجعل بالكم فديوم بأنه هذا الفساد يطال وزارة سيادية مثل وزارة الخارجية. اليوم ارتئيت أن أبحث معكم وبمعيتكم ملف وزارة الخارجية. مع الأسف وزارة الخارجية أيضا بها فساد، مع العلم أنها وزارة سيادية وعلاقاتها كلها مع دول العالم، لكن نشوف بأنه هناك فساد موجود، فساد مالي موجود في وزارة الخارجية، وأيضا هناك محاصصة ومحسوبية في تعيين القناصل والسفراء وحتى الموظفين العاديين يعني اللي يشتغلون بالقنصليات. 18 سنة صارت هذه الوزارة الفساد مالتها مقنن. يعني شنو مقنن؟ يعني يندرج تحت القانون، هي ما طلعت عن القانون، ولكن الفساد مالتها يعني وصل إلى، بحسب ما تقول الدراسات اللي بحثتها قبل البرنامج، بأنه وصلت إلى ملايين الدولارات. موقع للوزارة، وزارة الخارجية العراقية، تقول بأنه عندنا 88 ما بين سفارة وتمثيل دبلوماسي وقنصلية وبعثات دبلوماسية. هذا طبعا يعني بالعكس، احنا نفرح عندما تكون هناك عندنا 88 ممثلية، سواء سفارة أو قنصلية أو ممثليات بعثة الأمم من وزارة الخارجية. ولكن عندما أنت تنتشر كل هذا الانتشار ب 88 دولة، لازم أكو منتج لهذا الشيء. عندنا مثلا على سبيل المثال من الأشياء اللي أشرناها في مسألة أنه هناك يعني تكون هناك فساد، مثلا عندنا على سبيل المثال، يعني هذا ما سمح به الوقت أن أبحث فيه، عندنا دولة الفاتيكان. دولة الفاتيكان اللي يحكمها البابا فرانسيس، اللي هو حسب ما قرأت بأنه هو 266 بابا يعني جت إلى هذا المنصب، بابا الفاتيكان اللي هو بابا فرانسيس. في هذه المدينة طبعا تقع هي في وسط العاصمة الإيطالية روما. يوجد عندنا هناك يعني سنة من السنوات عين واحد مسلم سفير لدولة الفاتيكان، بينما هي دولة الفاتيكان كاثوليكية، ونشأت دولة الفاتيكان عام 1929. نشوف بأنه تم تعيين واحد مسلم سفير لدولة الفاتيكان. دولة الفاتيكان دولة كلش صغيرة وتقع في وسط روما، وعندنا في نفس المنطقة اللي هو تروح لها عن طريق البايسيكل الدراجة الهوائية ما يقارب 20 دقيقة، تشوف بأنه هناك موجودة سفارة عراقية في إيطاليا، وأكو قسمين، أكو دولة الفاتيكان في روما وأكو العاصمة الإيطالية روما، أيضا هاي دولة بمعزل عن دولة الفاتيكان. تشوف بأنه في روما عند إيطاليا موجود سفير، وفي دولة الفاتيكان أيضا موجود سفير، مع العلم بأنه إذا أنت تتمشى لها تقريبا تطول من نص ساعة إلى 35 دقيقة تشوف بأنه سفارة في إيطاليا موجودة. يعني بمعنى أنه يقدر السفير في إيطاليا في روما أن يجمع السفارتين، سفارة دولة الفاتيكان وأيضا سفارة إيطاليا، سفارة العراقية في إيطاليا في روما. ولكن نعم، ويانا الأستاذ علي من الموصل. أستاذ علي تفضل.
انقطع الاتصال ويا علي من الموصل. على أي حال فنشوف بأنه في دولة الفاتيكان سفير، وفي روما أيضا سفير، اللي هي ما تبعد كل المسافة. عندنا أيضا من الفساد الموجود، طبعا فساد رح أجي خلال هاي الحلقة، رح أجي على التعيينات اللي ما لها مبرر حصلت وياي فتح حادثتين هسه أحكي لكم إياها إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت في ذلك. عندنا مثلا في كينيا، في مجاهل إفريقيا، مع احترامنا واعتزازنا لهذه الدولة، ولكن عندما أشوف أكو سفارة وأكو قنصلية في دولة كينيا اللي عاصمتها نيروبي، عدد العراقيين بكينيا هم 4 فقط، لا 40 ولا 400 ولا 100، 4 مواطنين يسكنون نيروبي في كينيا، يعني في كينيا أجمع، ولكن هي السفارة تكون دائما في العاصمة، 4 عراقيين فقط، أكثر من عدد الموظفين الموجودين في سفارة العراقية في كينيا. طيب ليش المصاريف؟ أنت ممكن أن تختزل 4-5 دول تسوي لها ممثلية وتسوي لها سفارة وقنصلية، واللي يريد يراجع يروح إلى هذه الدولة ممكن أن يقضي شغلاته. لكن عندما تكون 4 مواطنين فقط اللي هم يسكنون كينيا، يعني قاعدين في كينيا، وأنا أتوقع بأنه حتى دول 4 يمكن هاجروا وطلعوا إلى برا، تشوف أكو موجودة سفارة في كينيا. هذا الشيء مثل ما قلت يسعدنا، لكن عندما توجد قنصلية تخدم تقدم الخدمة لأربع عراقيين فقط، هذا يساورنا الشك بأنه ملايين الدولارات تصرف سنويا مو شهريا حتى أكون دقيق بالطرح على طبعا عدد الموظفين في السفارة والقنصلية في كينيا هم 30 موظف حسب الدراسة، طبعا يعني حسب البحث اللي يقول موجودين موظفين بالسفارة وموجودين في القنصلية، مجموعهم كله يبلغ 30 واحد، 30 واحد اللي هم يخدمون 4 فقط بكينيا مثل ما صار في باقي الدول. عندنا مثلا هسه اشرح لكم على عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا، ويانا رجع علي من الموصل. اخ علي السلام عليكم. عيني وردة. تفضل استاذ علي، مرحبا تفضل. أنا منتسم من أهل الموصل. نعم. إحنا مشغولين من هاي. بس شوي علي الصوت، ولا زحمة إخواني الأعزاء الأفاضل، بس شوي الصوت علود حتى أسمع. إحنا أستاذ عيني. إي تفضل. إحنا منتسبين من 2014 مشمولين من هاي الموازنة. إي نعم، وياك علي. إحنا مشمولين نعم على الموازنة. نعم. ها ايش وقت؟ اي نعم ايش وقت احنا مشمولين ويعني نراجع مشمولين بيش علي؟ منتسب يعني ما اتحادية الشرطة. نعم. يعني اكو امل يرجعونا؟ والله يا اخي ما اعرف، هذا القرار مو بيدي، تعرف يعني احنا ما بيدنا هذا القرار، يعني اسف اقول لك واعتذر. قلنا استاذ احنا قلنا يجوز يعني مشمولين بالهاي الموازنه 21. اي نعم. وما رجعوكم؟ يعني مشمولين؟ والله يا اخي ما اعرف، اذا كنت تسالني والله ما يعني ما عندي جواب، اسف جدا واشكر اتصالك، شكرا علي من الموصل. طبعا اكو فد حتى اكون دقيق بالطرح، دولة الفاتيكان عن السفارة، يعني سفارة العراق في دولة الفاتيكان مو 20 دقيقة بالبايسكل، 4 دقائق، انا شوية اختبط عندي الامر، يعني 4 دقائق بالبايسكل توصل من سفارة العراق في دولة الفاتيكان الى سفارة العراق في ايطاليا، 4 دقائق بالبايسكل، يعني إذا تتمشالها 10 دقائق فقط مو 20 دقيقة، آسف جدا. عندنا في جنوب إفريقيا هذه الدولة، دولة نيلسون مانديلا عاصمتها بريتوريا، أيضا موجودة عندنا هناك سفارة، أي فائدة ما بيها؟ لأنه ولا عراقي موجود هناك، التمثيل الدبلوماسي مطلوب نعم، وإحنا يعني حتى نفصل، السفارة تمثل الدولة، القنصلية يعني هي في خدمة
الموجودين هناك الساكنين في تلك الدول. ويانا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق السلام عليكم. عبد الرزاق. عليكم السلام غاتي، يا مرحبا، تفضل يا ابو عبد الرزاق. استاذ محمد. نعم. البلد اللي كان فاسد. نعم. العملية السياسية مبنية على الفساد. نعم. حتما السفير البلد يكون نفس النمط السياسي اللي موجود بالداخل. نعم. فالسفراء هم يمثلون الفساد اللي موجود داخل البلد. نعم. أنا قبل فترة. نعم. تابعت شخص مسؤول بوزارة الخارجية. نعم. جانا شخص يريد يتعين سفير من الحزب. نعم. قال له شنو الشهادة مالتك؟ قال له أنا الشهادة مالتي روحاني، يعني ملا بالقصيدة الحسينية. نعم. تفضل مثل هذا النمط. يريد يصير سفير الدولة. وشفت يعني وزير سفير العراق الدولة ما يحضرني اسمها طالع بالجلبية ماركه. نعم. يعني الجلبية اللباس المنزلي البيت طالع به قدام الكاميرات. نعم. قدام يعني هذا يعني شنو من 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 من, من دبلوماسي. نعم. سعد محمد، احنا اي شخص انت حضرتك اذا من تطلع من تكون موجود هنا بالقناه، انت من تكون هنا موجود بالقناه انت سفير للقناه. نعم. من مالتك انت سفير لبيتك. نعم. زين وكذلك يعني اي شخص هو يكون سفير الجهه اللي هو يتبع لها. نعم. زين اذا احنا السفراء مالتنا يعني هذا عليكم وما عندهم المام دبلوماسي. نعم. بالامور السياسيه يعني حتما تكون يعني سياسه. نعم. البلد تكون فاشله، واحنا هو هذا اللي يعني حصلنا عليه، النتيجه اللي حصلنا عليها سبب يعني سياسه الدبلوماسيين مالتنا. نعم. ما عندهم المام سياسي، ما عندهم فكر سياسي، وشوف السياسه مالتنا الخارجيه كلش ضعيفه قدام البلدان، قدام. نعم. الشعوب، يعني ما ينقذون معاناه العراقيين بالداخل. نعم. انت السفير من يكون موجود اي دوله تنقل الامور اللي يعني تخدم بلدك، تشتغل خدمه بلدك، بس. نعم. هم دوله يعني حتى من هم يكونوا موجودين هناك يشتغلون مصلحه اعزابهم. بالضبط. هو هذا اللي وصلت له يا سالم. بالضبط. انا اشكرك عبد الرزاق من بابل، اشكرك شكرا جزيلا لاتصالك ويانا. ابو عراق من الفلوجه. ابو عراق سلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. كيف الصحة ابو عراق؟ شلون الاحوال؟ انا احييك واحيي قناة الرافدين الاصيلة الشريفة اللي تنقل الحقائق. استاذ محمد اذا سمحت لي. تفضل. احنا لا نعتب على السفارات ونعتب الدول البقية، مهم عندهم بس عندهم سيادة استاذ محمد. نعم. الحكومات الموجودة حاسب سفيرها. احنا لا هي الحكومه ما قادره ان تحمي نفسها او تحاسب نفسها، يعني مع الاسف والله اذا نقول اكو دوله العراق، لا مع الاسف احنا تحت ميليشيات استاذ محمد. نعم. اخرى وثانيه اذا سمحت لي. تفضل. يعني اكو وزارات دينيه مثل الاوقاف وغيرها وغيرها. زين تعال شوف لي الفساد اللي موجود بهاي. هذا نقول عليه برا. نعم. سفارات برا ما عليها لا رقابه ولا عليها، ولا لو اكو رقابه استاذ محمد اذا سمحت لي. اي نعم. يعني اللي صار باللاجئين ذاك اليوم مال. نعم. بيلاروسيا. زين انت السفير هناك يعني ما تحرك ساكن، ما تقول ذولا شنو خاطبت الحكومه العراقيه، كل شيء استاذ محمد. حتى اكو ابو عراق، حتى اكو سفراء ما يجيدون اللغه الانجليزيه، وايضا ما داخلين اصلا في دورات المعهد الدبلوماسي، معهد الخدمه الخارجيه يسموه، يعني دول اصلا مو خريجين، يعني طبعا قسم عندهم خريجين ونحن نحترم الاختصاص، ولكن اكو بيهم لا يجيد اللغه الانجليزيه واجى عن طريق الاحزاب والميليشيات تعينه. يعني انت تصور يعينون السفراء والقناصل القنصليات
على عددهم في مجلس النواب، يعني وصلت المحاصصة بتعيين السفراء على عددهم في داخل مجلس النواب، وانت قيس على ذلك أبو عراق، تفضل. لا كلامي أنا من قلت لك أستاذ محمد، نعم. أحنا لو أكو حكومة ذات سيادة أستاذ محمد لا سمحت لي، نعم. يعني أراقب السفير أجي أقول له عمي تعال أنت شهادتك شنو وين جبتها؟ عمي ماكو أستاذ محمد، نعم. يعني هسه عندك وزارات ببغداد، وزارات عليها أهمية مثل، نعم. وزارة التجارة وغيرها بينهم شهادات أستاذ محمد. هذه الشهادات هسه قاعدين ذول المتظاهرين خطير اللي كل من شايل شهادته ويدور له بس وظيفة. احنا استاذ محمد ولا طولت علي في الكلام، لا ولا احنا هم. تحت احزاب استاذ محمد، احنا تحت احزاب، نعم. انت ما تخلصنا من هاي الاحزاب تصير عندنا حكومه ذات سياده وعندنا تصير سفاره الاحترام. وهي انت تدري السفارات اللي موجوده بالعالم ما حد يحترم السفاره العراقيه، لا حول ولا قوه، يعرفون شلون اجوا استاذ محمد. انا اشكرك ابو عراق، شكرا ابو عراق من الفلوجه، ويانا اتصال ويا ابو الحسن من بغداد. ابو الحسن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل ابو الحسن، شلون الصحه؟ شلونك استاذ محمد؟ أهلاً شلون صحتك؟ شرفنا يا مرحبا، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. تفضل يا ابو. حول موضوعكم حول وزاره الخارجيه والفساد المستشري فيه. نعم. استاذ محمد، هي مو بس وزاره الخارجيه، كل الوزارات الان في العراق هي فساد من قاعها، لأنه الحكومة طالما اي نعم أبو الحسن أسمعك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بأبو الحسن، على أي حال إذا ممكن تتصلون علي، خاف رصيدة خلاص أو كذا. تمام، أكو فقرة 5 أولا من مادة القانون اللي هي 31، تقول هاي الفقرة اللي أقرها طبعا مجلس النواب، يقول ينبغي على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي بالعراق. يعني مثلا أكو بعض الدول أصلا ما عدا تمثيل دبلوماسي في العراق، إحنا عدنا تمثيل دبلوماسي هناك. طيب إذا هي ما عدا تمثيل دبلوماسي وما عندك وياها لا علاقات تجارية ولا علاقات أمنية ولا علاقات سياسية، أنت على أي أساس فاتح هاي السفارات والبعثات الدبلوماسية؟ هي ما ممثلة عندك أنت في العراق، ما ممثلة عندك أنت، على أي أساس فاتح سفارة وقنصلية موجودة بيها؟ مثل ما قلت بأنه في العاصمة، عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، ما عندنا أي علاقات تجارية. إذا كان علاقات تجارية وعسكرية وسياسية لا، أنا أقول لك افتح بيها السفارة، لكن إذا ما عندك أي علاقات تجارية ويا هذه الدولة ولا علاقات سياسية، ماكو زيارات متبادلة مثلا. أنت في اليوم سمعت من الأزمنة الماضية، فديوم سمعت رئيس جنوب أفريقيا زار العراق؟ ماكو، ما زار العراق، ولا عندنا رئيس مثلا قال مثلا قام بزيارة إلى عاصمة، إلى جنوب أفريقيا عاصمتها بريتوريا، ماكو صار أي لقاء. أنت ليش تفتح سفارة بيها؟ مو هذا يكلف الدولة ملايين الدولارات بالسنة أو آلاف، مئات الآلاف، تدري موظفين وإيجار أو مثلا شراء بيت ضخم لازم يكون جدا حتى يحوي كل الموظفين. في مرة من المرات وياي صارت هاي الشغلة في قنصلية من القنصليات في إحدى الدول العربية، رحت كانت عندي شغلة بالقنصلية، فبالاستعلامات طبعا تخضع إلى تفتيش وكذا ولازم التليفون تخليه بالاستعلامات. ويانا بعدين أكمل لكم هاي القصة. ويانا الأخ صباح من بغداد. أخ صباح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة أخ صباح؟ يا أهلا وسهلا أستاذ محمد. تفضل أغاتي، تفضل يا أبا. طبعا هي مو بس وزارة الخارجية، هي كل الحكومة كل الوزارات، لكن وزارة الخارجية احنا نعرف كل المناصب الموجودة بها كسفراء أو قنصل، أو حتى الموظفين الموجودين خارج العراق يعملون تحت بالقنصلية أو بالسفارة، كلهم تابعين إلى أحزاب. وما يترشح أي شخصية من عندهم إذا مو تابع الحزب، حزب الأحزاب الرئيسية طبعا. وتلقاهم يدزون وين يعني اللي عمره ما مناسب كقنصل او سفير، يعني اعمارهم شباب، لين لو مجرد اقارب عمار الحكيم او مقتدى الصدر او هادي العامري او مزكى من قبل
حزب الدعوة. نعم. فكل اللي موجودين خارج العراق اللي يمثلون العراق مع الأسف عليهم كلهم ناس تابعين إلى أحزاب فشلت. صار لها 18 سنة فاشلة في إدارة دولتها، شلون يديرون العلاقات الخارجية مع الدول اللي يعملون به؟ إذا هم صفر. وتشوف أنت أغلب العراقيين المقيمين خارج العراق كلهم يعانون من نقص الخدمات ومن سوء التعامل مع الدولة الموجودة، مع الفيز اللي حصلوها، تلقى يعني ماكو سيادة وكرامة للمواطن العراقي خارج العراق. ليش؟ لأن القنصل ما جاي يعمل الصالح دولة قوية، جاي يعمل الحزب ويفيد نفسه ويفيد اللي دزه في سبيل هاي الأموال اللي يسرقوها من الميزانيات الخرافية اللي جاي يصرفون على القنصليات والسفارات خارج العراق، أموال طائلة. فرايحين على هذا الموضوع وحتى يقولون فلان صار سفير وفلان قنصل، أما خدمة الجالية العراقية في البلدان الخارج ماكو أي خدمة يقدموها، وإحنا شايفيها ونعرف أخوتنا ولد عمنا أصدقائنا خارج العراق. نعم. ويشوفون أن كل القنصليات والسفراء معطلين، حتى الدول الموجودين بها ما تحترمهم. تحترمهم لأن يعرفون ماكو دولة عندهم. إحنا حقيقة ما عندنا دولة بالعراق في سبيل يتعاملون بالمثل مع أغلب الدول الموجودة، يعني يتعاملون بالمثل بكل شيء. شلون يتعامل هو ويا العراقي، اتعامل انا وياه ايضا بالعراق، لكن هاي ما يسووها. الناس تعاني من الجوازات واستخراجها، البطاقه الموحده واستخراجها. يعني قاعدين هيك موظفين يستلمون كله باليورو وبالدولار، رواتب خرافيه وخدمه للمواطن ما يقدم. خدمه ماكو. يعني احنا جاي نعاني من هذا الشيء كلنا. زين، شو تقول على تعيين السفراء والقنصليات القناصل، يعني على اساس انه هذا قرايب فلان وهذا ابن اخته وهذا لازم يروح للقنصليه الفلانيه؟ يعني اكو في بعض المسائل، ما نقول كلها، بانه يفرضون موظفين على فلان سفاره او فلان قنصليه، يعني هي في ليست بحاجه الى موظفين. شو تقول بهذا الموضوع اخ صباح؟ استاذ محمد، احنا هاي المحاصصه المقيته اللي فرضها المحتل والاحزاب الحاكمه اللي مع الاسف ولاها مو للوطن، هاي المحاصصه اللي هم جابوها واسسوا الدوله على اساس محاصصه. المحاصصه يتقاسمون مناصب بيناتهم، وهذا الموضوع مع وزاره الخارجيه وتعيين السفراء والموظفين والقناصله كلها ضمن طاولة المحاصصة المقيتة اللي فرضها الدستور برايمر وفرضتها الأحزاب. فهاي يدزون أقارب فلان قيادي بالحزب الفلاني، قرايب فلان بالحشد الميليشياوي. يعني فهاي صارت تأثيرها على الدولة العراقية، إذا أكو دولة عراقية بعد 2003، فتأثر بها حتى المواطن العراقي إن ماكو فتشي ممثل إلى للجالية الموجودة. أي دولة تريدها سواء عربية أو أوروبية، أي دولة موجود بها سفير عراقي ما راح يقدر يقدم أي شيء، لأن هو ما جايب قوة ولا جايب وطنية ولا جايب أي شيء في سبيل يخدم بلده، جاي مجرد أنه يريد يستفاد والحزب الفلاني دزة أو نسيبة هادي العامري أو قيس الخزعلي أو مقتدى الصدر. فهاي المحاصصة ما سوت النفت شيء لا بداخل العراق ولا حتى بخارج العراق، وشوفهم كل السفراء فاشلين، ما عندهم أي يعني ما عندهم أي. أنا أشكرك صباح، شكرا جزيلا أخ صباح من بغداد. ويانا محمد من أمريكا. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. أيها الرافدين. عليكم السلام، تفضل. هي السفارات العراقية هسه عندنا هنا بنشدي، ياخذون رشاوي ابن عمي، ياخذون رشاوي الله يسوي لك معاملة. يا قنصلية ذولا المازون يسميها الأحزاب حجاك الوقت الإيرانية. والله العظيم ما تصير لها كل شهر. جواز العراقي ما أنت بيشي. أنت مراجع القنصل محمد، أنت مراجع القنصلية في واشنطن أو نيويورك؟ مش شكل عندنا والله. رحت اسلوب ما عندهم، ماكو اسلوب، اخلاق ما عندهم. كلنا ياخذون رشاوي عمي. شلون يتعاملون ويا الناس؟ ويا الجاليه؟ والله اخلاق ما عندهم، اخلاقهم جسد. شلون عندنا بالعراق الميليشيات نفس الاخلاق، كلهم ولا هم ليرات ولا هم للعراق. كثير اخ محمد ولا هم كلها ليرات، وهاي الاحزاب الوقت حشر والقدر هاي تبع الايران. سلوب ماكو، سلوب ما عندهم. يعني راح تسوي معامله يعني تجيني بعنتك تعاركت وياه، يعني تعاركت وياه الله سوى المعامله، قدمت علي. اي نعم. ناس وفخين حيث
كلهم رشاوي ياخذون. زين اسلوبهم شلونه؟ اسلوب ويا الناس، اسلوبهم ويا الناس شلونه؟ شلون الاسلوب يعني؟ والله كل اسلوب ما عندهم، اخلاق ما عندهم. الموظفين؟ يقود البلد ما عنده اخلاق، شلون يقودون البلد؟ هم كل الموظفين. هم الموظفين كلهم. هم كل الموظفين. الموظف اذا يشوف القنصل تعامله مو زين هو همين يصير مو زين، يعني هو نظرية طبيعية. هو يقود البلد عشان هو زباله، هم زباله دول يقودون البلد. هم ولا ميراث والله حنشقن على ابوهم لا حتى يراث. لا لا انا اشكرك محمد من امريكا اشكرك. لا يعني وصلنا الى مرحله الغلط من ويانا، يعني انا اعتذر نيابه عن القناه، يعني احنا ما نسمح بالغلط، وهذا انتقد لا 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 تنتقص من احد. ويانا منو؟ ابو علي من لندن. ابو علي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا ابو علي. حياكم الله. حياك الله، تفضل. يعني ما أعرف بالنسبة للوزارة الخارجية. نعم. هي ماكو وزارة بالعراق إذا ما بيها فساد. نعم. جيبها من وزارة الصحة الزراعة. إيه بس هاي وزارة سيادية هاي، يعني يعني هي أصلاً مو ريعية حتى يكون بيها فساد أبو علي. مثل ما تفضل أخ محمد. نعم. محمد. نعم. بكينيا 4 أشخاص حاطين وزارة. نعم. 30-40 واحد يأخذون. نعم. الله اللي يعلم 3,000-4,000 دولار شهرياً. شهرياً. زين. إيه. ومدينة الفاتيكان هم حاطين سفارة. إيه. يا أخي. يعني هي إذا. هو يعني. نعم. هي دولة الفاتيكان. عن العاصمة عن. نعم. السفارة. نعم. العراقية في روما 4 دقائق. نعم. بالبايسكل. نعم نعم. إيه نعم نعم. أنا عندي علم، أنا حتى رايح لهناك. نعم. زين رايح هناك بسيارة. نعم. بس أنا قلت يعني فمن أمن العقاب أساء الأدب. يعني هم جاي يشوفون ماكو عقاب أخي، ماكو رقابة، ماكو حساب. نعم. يعني عندنا مثلاً بلندن بريطانيا. إيه. هاي مدينة برمنغهام ومدينة مانشستر، يعني بالالاف العراقيين موجودين هناك. نعم. زين ماكو قنصليه هناك، يعني الناس يضطرون خطيه يجون ها 400 كيلو 300 كيلو ها. ايه. يجون الى لندن وزين ويلاقون هاي الموظفين ويلاقون هاي الصعوبات، يعني يطلعون اكو قانون على هذا المسكين اللي جاي من اخر الدنيا. صحيح. تحكي وياي يقول لك اخي بلد قانون وبابا قانون، يا قانون المالكي صارخ 50 مليار دولار، اكو قانون يحكمه؟ لا. زين. مم. ولا جعفري ولا حيدر العباد يطبقون القانون على هذا يعني ما اعرف والله. هو جاي يقول لك من امن العقاب اساء الادب، الجماعه جاي يشوفون ماكو عقاب، ماكو عقاب، ماكو رقابه. اكو واحد اسمه عادل نوري، النائب سابق، يقول الجعفري عين بنته وزوجها بصفة دبلوماسيين بسفارة العراق في العاصمة البريطانية لندن. من كان وزير خارجية عين بنته وزوجها في بسفارة العراق، طبعا عينهم يعني بصفة دبلوماسيين، يعني ربما ملحقية ثقافية أو غير ذا أو ملحقية تجارية، عينهم من كان هو وزير خارجية. أيضا خالد العطية اللي هو رئيس هيئة الحج والعمرة عين ابنه. نعم. تمام. عين ابنه فنجيل موظفا في السفارة العراقية بالعاصمة البريطانية لندن، يعني هذا خالد العطية وأيضا إبراهيم الجعفري عينوا، هذا عين ابنه وهذا عين بنته وزوجها، هذا. نعم. هذا عن يعني شو اسمه، مو كلامي، هذا عند ما تبحث عند ما تكتب انت حضرتك حتشوف هاي المعلومه. نعم. موجوده. نعم. زين؟ لا صحيح، احنا بلندن ندري. انا بال2010 اتصلت بي. نعم. مره انا كنت بهولندا. اي نعم. قالت لي ابو علي الله يخليك بلكي تتكلم مع السفير، قلت له حجية انا دولة ما اعتبرهم حكومه. اي نعم. هذول انا اعتبرهم عصابات ميليشيات لازمين العراق. ما المهم. نعم. اتصلت بي بالسفير زين، قلت له أخي ليش ما تطون للمرأة جواز، يعني مقدمة على الجواز؟ قال لي والله إحنا ما عندنا جواز. قلت له زين أنت فاتح سوبر ماركت لو سفارة هي هاي ما جاهزين.
قال المنظومة، شوف أستاذ محمد، نعم، شوف يعني العذر أقبح من فعله. نعم. يقول المنظومة ما موجودة. هي المنظومة شنو هي المنظومة؟ قلت له أصلاً أنت حتى حكي ما تعرف تحكي. والله يا هو حتى محمد. حتى أبو علي، حتى نعم. حتى القنصلية الموجودة في إسطنبول جابوا الماكينة اللي تطبع. شلون هسه بعمان؟ عمان هسه في عمان ماكينة تطبع، فالجواز يطول حوالي من 5 إلى 10 أيام ينطبع الجواز كامل. جابوا يعني الشيء بالشيء يذكر، صار لهم سنتين في القنصلية في إسطنبول، سنتين جايبين الماكينة وعلى أساس يجون خبراء يدربون الموظفين، وهاي صار لهم سنتين لحد هاي اللحظة ماكو هاي المكاين ما تشتغل، بس صرفوا فلوس جابوها. نعم ما تشتغل يعني ما تشتغل. مصيبة عمي، مصيبة بكل المجالات. نعم. كل المجالات. نعم. مصيبة. احنا ان الله هذا الشعب ونعم بالله. انا اشكرك ابو علي، اشكر اتصالك، شكرا جزيلا، اشكر اتصالك ويانا. قيس بن ديالة، اخ قيس السلام عليكم. قيس انقطع الاتصال ويا قيس. على اي حال اكمل لكم القصة مالتي، شوية تحملوني يعني. زين، فرحت إلى قنصليات إحدى الدول العربية، عندي معاملة أريد أكملها، فشافني واحد بالاستعلامات برا بعد التفتيش والكذا، لازم تسلم التليفون مالتك. ما أعرف ليش سلم التليفون لحد هاي اللحظة. يعني راجعت عدد من القنصليات خارج العراق، من تدخل إلى أي دائرة في تلك الدول، تدخل أي دائرة تليفونك بجيبك، من تدخل إلى القنصلية أي قنصلية بالعراق يقول لك لازم تسلم تليفونك. ما مدافت شنو هاي اللغز هذا. على أي حال فشافني واحد قال لي أنا شايفك وين؟ قلت له والله ما أدري وين شايفني. أنا من طبيعتي يعني ما أقول أنا أشتغل مذيع وكذا، ما إيش اسمه. فقال لي أنت تتواجد فلان منطقة؟ قلت له والله نوبات أروح لها وكذا. قال لازم ما صعد وياي. قلت له خير شلون أصعد وياك؟ قال مواني كنا سايق تاكسي ببغداد بفلان منطقه وكذا. قلت له ها يمكن لا صاعد وياك بتاكسي وحاكين وكذا، انا ما شايفه سابقا يعني، بس هو شبه علي. مع احترامي لكل المهن، لكن اكو اختصاص، انت من تجيب سايق تاكسي تعينه موظف بالاستعلامات اللي هي واجهه القنصليه، تعينه هاي شويه صعبه اعتقد بيها يعني. حتى سألته قلت لي أنت خريج كلية العلوم السياسية؟ قال لا والله أنا ما خريج إعدادية أو متوسطة. قال لي في وقتها وخليه بالباب هو، فهو قال لي والله أنا سايق تاكسي وكذا. مع احترامنا لما سايق التاكسي الناس ما توصل إلى أشغالها، لما عامل النظافة الناس يعني ما تلقى مناطق نظيفة، لما العرض حلشي الناس اللي ما تروح مثلاً تريد لازم تروح لعرض حل. مع احترامي لكل المهن، لكن اكو اختصاص يعني. عندما تجيب انت مثلا سائق تاكسي، ومره ايضا صارت وياي بعد التفتيش احدى القنصليات الموجوده خارج العراق، فطبيت لازم تاخذ رقم، يلا طب جوا على مود المعامله. فاني من طبيت شفت الاستعلامات ما بيها احد، يعني بعد التفتيش اكو استعلامات داخليه تصير، شفت ماكو احد. فقبل رحت على شو اسمه، فالموظفة بكل أدب طبعا على فكرة مو كل الموظفين سيئين يعني، حتى في باقي الوزارات مو إلا وزارة الخارجية أكو موظفين محترمين، وأكو موظفين شايفين شغلهم، وأكو موظفين يعني أكو قناصل والله خوش يعني القنصل محترمين جدا يعني، ولكن إحنا نحكي على وزارة الخارجية بشكل عام. المهم فرحت للموظفة قلت لها هاي معاملتي وكذا بكل أدب، وجاوبتني بكل احترام. قالت ممكن تجيب السرة مالتك يعني، لازم هاي قصاصة تصير. قلت لها وين؟ قالت بالاستعلامات. قلت لها فتت بالاستعلامات ما لقيت أحد. قالت لا لازم شو اسمه هذا الكود مال. فقلت لها مو مشكلة. طلعت برا يعني رجعت على الاستعلامات، شفتها موظف موجود. قلت لها من فضلك بس نزلت طبيت جوا بس رادوا الرقم مال السرة يعني. قالت شلون تدخل جوا بدون ما تجي علي؟ قلت لاني شو اسمه دخلت وحضرتك ما كنت موجود يعني. قال لا المفروض ترى هذا نظام وكذا. قلت له اقول لك اولا انت ما تعلمني بالنظام، ثانيا الخطا مو من عندي، الخطا انت من عندك، انت ما كنت موجود بالاستعلامات يعني. انا مثلا ادور لك، او اولا انا ما اعرفك ولا اعرف اسمك حتى ادور لك، ثانيا مو من حقي أنا أدور عليك.
قال لا يا أخي إحنا شو وقت العراقيين نتعلم النظام؟ قلت له هاي ثاني مرة تتجاوز، وأنا احتراما لعراقيتك أنا راح أحترمك، ولكن أنا قلت لك بأنه دخلت أنت حضرتك ما موجود. إيه قال شنت رايح ما أعرف وين، قلت له ما أعرف أنا ما أعرف يعني حضرتك أنت من رايح أنا ما أعرف. فقام ينطيني دروس بالنظام ويجب علينا والمفروض والمطلوب إثباته والبرهان يعني من هذا الكلام. فأنا احترمت نفسي سكتت، قلت له والمطلوب هسه؟ قال المطلوب بأنه لازم تيجي كذا يعني شوية مثل ما يقولون المصريين كبرت عقلي وياه. قلت له ماشي تمام أنا الغلطان وأنا هذا، بس انطينا الرقم خلا أروح أنجز المعاملة. وهكذا المهن الأخرى كلها على رأسنا، يعني ماكو مشكلة بالموضوع. يعني مثلا عندنا إذا نرجع على موضوع البحث أكو فقرة خمسة أيضا، بس ديش أولا الفقرة خمسة ثانيا من ذات المادة نفس المادة 31. طالبوا الناس في مجلس النواب قسم من عندهم طبعا، قالوا لازم تخفض عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية لأنه ذولا يكلفون الدولة العراقية ملايين الدولارات. لكن مثل ما قلت ويا أحد المتصلين بأنه إذا مثلا على سبيل المثال إذا واحد عنده في داخل مجلس النواب كتلة أو حزب عنده 15% يفرض على وزارة الخارجية يقول له أنا أريد 15% من قيمة المقاعد الموجودة داخل مجلس النواب، أريد 15% دول يتعانون سفراء من عندي من الحزب مالتي. ما صايرها بكل الدول ما موجودة. لازم تدخل أنت إلى كلية العلوم السياسية أو قسم بعض السفراء والقناصل هم خريجين كلية الإدارة والاقتصاد، لأن مثل ما تعرفون الاقتصاد مرتبط بالسياسة. فنشوف أغلب الناس الموجودة سفراء في العالم، يعني في العالم مو إحنا بالعراق، نشوفهم إما خريج علوم سياسية أو خريج إدارة واقتصاد، على اعتبار بأن الاقتصاد إلى علاقة بالسياسة خاصة في السنوات 50 الماضية، لكن هذا ما موجود. أكو واحد نائب يقول أكو فساد إداري في وزارة الخارجية، وأيضا هناك هيمنة الأحزاب داخل وزارة الخارجية، أحزاب مهيمنة على وزارة الخارجية تفرض السفراء مثل ما تفضل أحد المتصلين ومثل ما أنا عقبت عليه. أكو عندنا سفراء لا يجيدون اللغة الإنجليزية، وهذا الأمر مو طبيعي جدا، لأنه بعد اللغة الأم يجب عليك أن تمتلك اللغة الإنجليزية. قسم من عندهم كثير جدا ما يمتلكون اللغة الإنجليزية، وقسم من عندهم أيضا ما يمتلكون اللياقة الدبلوماسية، يعني ما يعرف يعني عندما يروح مثلا يقابل سفير يعني موازي إلى ما عنده البروتوكول أو الأتكيت مال السفير، يجهل هذا الشيء. ويانا اتصال كرار من الناصرية. أخ كرار السلام عليكم. وعليكم السلام. كرار تفضل. أخ كرار يا مرحبا. تفضل أخ كرار. أولا تحية لقناة الجمهور راقبين الفضائية. أهلا وسهلا يا مرحبا. طبعا أستاذ هم السياسيين اللي جاي يحكمون العراق. نعم. وجاي يحكمون هم يعني يحسون بروحة بين هم مين يروحون لغير دولة ما عندهم يعني مثل خلينا نقول يعني شغلات مثل يعني يفتهمون بها ويعرفون بها، لأن هم يقول لك إحنا بايعين البلد يعني. نعم. مثل هو من يروح سفير إيران لو يروح سفير مثل أي دولة من دول الجوار يعني ما يأخذ حق يعني سفير قبل شاط من يروح سفير الغير دول هذا عراقي عارفون يعني هذا جاي يعني من دولة محترمة من دول، بينما هسه يقول لك هم دول السياسيين يعني سفير يقول لك ولو بخير وخير في شعبه يعني. نعم. هو الشعب له هم الشعب ما فايدة شلون يعني يروح يعني ينتقل والدبلوماسية ويروح يحكي عن هاي زي. نعم. هم انت هذا كله زين احنا بنعرف دول اللي جون الجعفري يعني يقعدون باجتماع مع الاجتماع مع الدول العربية وهاي تشوفه يعني شلون يحكي سوالف يعني مو يم تقول سياسي منتظم ويعرف يتكلم. نعم. ولبق اللسان يعني هي مو ترى يعني العراق يعني دولة عظمى يعني مو يتكبرها يعني من دول السياسيين التعبانين يعني. نعم. عشان ما نقول بوش الجمهور اللي راك يكون من يوم وزير خارجية أو سفير من يروح على دول. نعم. كوني مثل الدولة العراقية
تكون هاي الدولة اللي عمرها آلاف السنين يمثل الحضارة العراقية، يكون مو يروح يعني ما هو ما عنده يعني حتى ما عنده يعرف يسولف لو يعرف يتكلم لو يعرف يجي ويروح هذا شلون هذا راح يناقش السفراء، شلون راح يحكي ويا الدول، شلون راح يوصل الفكرة. أنا أشكرك أخ كرار من الناصرية، شكرا جزيلا لك. أيضا حصر التعيينات بأبناء المسؤولين وأبناء السفراء، يعني مسألة توريث، يعني لأنه أبو سفير فلازم ابنه أو بنته أيضا يكونون ضمن العاملين في السفارة الفلانية، مسألة توريث لا أكثر. أكو بعض السفراء يحملون جنسيات مزدوجة، يعني مثلا هو عنده جنسية بريطانية وعنده الجنسية العراقية. هذا الكاتب هذا التقرير يقول هذولا يعني بيهم شك ولاءهم مو للعراق، لأن عندما يحمل الجنسية المزدوجة يكون أكو شك بأنه ولاء مو للعراق، لأنه هو مرجع على الدولة الفلانية، يعني على الدولة غير العراق أقصد بذلك. مثل ما قلت قبل قليل معهد الخدمة الخارجية، أكو قسم من عندهم ما داخلين دورة في معهد الخدمة الخارجية وتشوف على غفلة صار سفير أو قنصل. حتى ما أغبن حق الناس، خضير الخزاعي عين ابنه في السفارة العراقية بكندا. خضير الخزاعي اللي هو كان نائب رئيس الجمهورية عين ابنه سفارة العراق بالعاصمة الكندية، أيضا هذا مسألة توريث. وما تعرف هو شي يحمل شهادة، حتى لو كان يحمل شهادة لازم يتسلسل في الدرجات الوظيفية، يلا بعدين ممكن موظف ممكن مستشار ممكن يعني يكون قنصل وبعدين يتعين سفير، لا ضير في ذلك. ولكن عندما تجي على مثلا وزير التخطيط الأسبق اللي هو علي بابان وأيضا معين ابنه ما أعرف بيا سفارة من ويانا اتصال أبو سمية من الأنبار. أبو سمية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أبو سمية، مرحبا. أخي الكريم، المحافظة والفساد في وزارة الخارجية والتعيينات هي حالها كحال باقي الوزارات. نعم. لا يخفى على أحد أن هكذا مناصب كتعيين السفراء وكتعيين الموظفين في السفارة. نعم. يجب أن يمر عبر الأحساب. لكن للأسف يمر عبر الأحساب لكن يمر من غير كفاءات. يمر من غير كفاءات. نعم. وهذا فيه ظلم وإجحاف لكثير من أصحاب الكفاءات. نعم. ترى مثلا موظفا لا يجيد لغة الدولة التي يعمل بها كموظف في السفارة ويعمل هناك في السفارة. نعم. ويفضل على غيره. وترى غيره من يستحق أن يكون سفيرا في دولة. نعم. يجيد لغتها لكن غيره قد مر عبر الأحساب تحصل على هذا المنصب. فهذا الأمر لا يمكن أن نتجاوزه، فأصبح أمرا مسلما به أن كل وظيفة تتعلق بالسفارات أو بالسفير أو بالخارجية لا بد أن تمر عبر الأحساب. أخي أذكر لك مثالي أنا الآن، يعني أحمل شهادتين، أحمل لغتين في شهادتين. نعم. ولو مررت عبر الأحزاب لكنت الآن موظفا في إحدى السفارات. صحيح. ولكن الحمد لله طريق الأحزاب يعرفه وأكتفي بما أنا عليه ولا أمر عبر الأحزاب والحمد لله. الحمد لله. الله إن شاء الله. الله إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ينصفك. الله الحكم العدل. والذي يريد أن يمر عبر الأحزاب. نعم. عليه أن يعرف أنه سيخسر أمورا كثيرة لكي يحصل على هذه الوظيفة الزائلة. نعم. أما المرور عبر الأحزاب فإنه خسارة كبيرة والحمد لله ابتعدنا عنها. نعم. أنا أشكرك أبو سمية من الأنبار، شكرا جزيلا لاتصالك. نقرأ الرسائل. واحد يقول يعني أنا أحمد محمد نطالب وزارة التربية أن تنطي دور ثالث 10 درجات. هسه ويانا اتصال أبو أحمد من الرمادي. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة فضل الله. تفضل يا أبو أحمد. الله يحفظك. الله يا مرحبا لو سهلا تفضل. بالنسبة لموضوع الحلقة الفساد. نعم. وزارة الخارجية. نعم. نعم.
اذا الموضوع هو كوزاره الخارجيه هي كل وزارات ما شاء الله كلها نفس الحاله، لكن موضوع الوزاره الخارجيه هو يمثل طبعا البلد، يمثل الدوله، يمثلها كخارج البلاد، يعني شلون يقول واجهه اللي موجوده خارج البلاد. لكن هي وزاره الخارجيه كلها من يعني من وزيرها الى حد موظفي اخر موظف بها كلها ما شاء الله منتشره بالفساد. لا. يعني ابسط مثال عندك يعني قنصلياتها او سفاراتها اللي بالخارج، يعني تصور انت السفاره القنصليه اللي موجوده باسطنبول عندي معلومات عليها. نعم. طبعا قنصليه فازه الى ابعد الحدود. يعني يعني مع احترامي. نعم. يعني احترامي للناس الطيبه، لكن اخي العزيز الله العظيم يعني اعرف ناس قدموا على جوازات او ومعاملات. نعم. جاي لاقون صعوبات جدا، يعني حتى التعامل اللي موجود داخل القنصليه تعامل جدا جدا مو يعني مو طيب، يعني تعامل يعني صعب. الموظف تحكي وياه يعوفك يشمرك على صفحه. نعم. يعني مجرد شنو حتى يحصل رشوه. يعني انت بلد اوروبي، انت موظف، شو تريد بعد؟ انت مخلينك بوظيفه مرموقه، موظف في دولة سكنك كل من كل النواحي أنت جاهز، شنو السبب اللي يخليك تطلب رشوة أو تريد يعني تحصل المواطن على على باب ضيق حتى يدفع لك؟ زين شنو السبب؟ ليش على على شنو؟ أكثر الموظفين أستاذ العزيز، أكثر الموظفين أنا اللي شفناهم، أنا أمشيت هناك شفت الوضعية قدامي. نعم. اكثر الموظفين طبعا بدون شهادات وما يعرفون كل شيء، حتى كلام ما يعرف يتكلمون. زين هسه انت داخل العراق، داخل العراق الموظفين اللي موجود داخل وزاره الخارجيه اللي موجوده داخل العراق، نعم، اذا تروح على معامله او كذا شغله في سفر للخارج او مثلا يعني اي معامله اي معامله بالضبط، يعني ايفادات وغيرها، حتى اللي يطلع ايفاد ياخذون حصه من عنده. خلي في بالك يعني انه ايفاد وما ادري شنو هالامور، تعال نطلع اسمك وما نطلع اسمك ونقدر نمسح اسمك. انا عندي معلومات جدا قويه ودقيقه من هذا الامر، واعرف ناس يعني صاروا وياهم هذا الامر، ليش طلعوا اسمك انت؟ ليش ما ادري شنو نقدر نمسح اسمك ونقدر نخلي اسم غيرك ونلعب؟ نعم نعم. ايش امور؟ انت تعرف هذا الامر. انا اشكرك ابو احمد من الرمادي، شكرا جزيلا، اسف للمقاطعه ولكن انتهى الوقت. بس اريد هنا اني احمد محمد نطالب وزاره التربيه ان تنطي دور ثالث 10 درجات، يعني همين دور ثالث احمد وهمين نطوك 10. مو هسه بدنا نحكي على المحسوبيه وبدنا نحكي على الواسطات وكذا، انت من تاخذ 10 درجات وانت دور ثالث، طيب والدور الاول والثاني لازم ما ينطوهم؟ لا، هذا خارج نطاق المنطق مع الاسف. ايضا نفس الرساله، انا احمد محمد نطالب وزاره التربيه ان تنطي دور ثالث 10 درجات، هاي جاوبنا عليه. نطالب ان يزيدون راتب الرعايه، راتب الرعايه الاجتماعيه دا ينطون يمكن 90 طبعا ما تكفي، يعني ما تكفي 90. اخر رساله حتى نختم. مساء الخير اخي مقدم البرنامج، انا اعتب عليك ليش ولماذا ما تجاوبون كل ما ادز لك رساله بس؟ أخي العزيز مقدم البرنامج، ماذا يقول أبو شيماء؟ يقول هذا ذاك الحلقة إيش اسمه أخي، ذكرت في الصور يعني 4 صور يخليها على الشاشة حتى ما تشوف، والله ما أعرف يعني هذا على أي حال. إحنا حكينا ويا أبو شيماء بس ديش الحلقة، يعني على أي حال. مشاهدين الكرام، أنا أشكر جميع المتصلين وأشكر أيضا جميع اللي أرسلوا رسائلهم، وأشكر المشاهدين الكرام، على أمل أن نلتقي بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.